مهندس في نفس سمح للرئيس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، سيد الوزير، سيد الوالي، السادة الحضور، مرحبا بكم في مدينة سور غزلان، وبالضبط في حي من أحيائها، وبالضبط في أرضية سيقام عليها بيت من بيوت الله عز وجل، وهذا مصداقا لقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما 750 متر مربع. المساحة المبنية للسكن الوظيفي 111 متر مربع. طاقة الاستيعاب 48 مصلي 840 مصلي بين النساء والرجال. التكلفة الإجمالية للمشروع 85 مليون 500 ألف دينار جزائري. وهذه مخططة هذه المخطط على المدخل الرئيسي. قانون تاع نمطية بناء المساجد. احنا ماناش ضد ان الانسان يدير حاجة بشكل جميل كما هذا ومغاربي في هندسة وشي، ولكن قد ما نقربوا لهذا القانون راح نسهلوا على روحنا دفاتر الشغل ونستطيع ان نربح الوقت ونستطيع ان ننقص من الاجال في 24 شهر في بناء مسجد. انا بين قوسين صحيح واحد يقول لي راه الاعتمادات المالية وكذا، هذا كل شيء سهل إن شاء الله تعالى. ولكن حتى احنا انت راك مهندس، ماذا بينا نقص الاجال؟ احنا رانا في وقت اللي الوقت اكثر من المال، اكثر من كل شيء. خليني نكمل. تفضل شيخ. باه نستفيدوا كاع. تفضل. ماذا بينا احنا هذا المشروع هذا؟ انا كيما حكيت مع المحسنين اللي تلاقينا معهم الان، ماذا بينا عام اخر كي نجوا شنو؟ ان شاء الله. علاش نقعدوا احنا عامين؟ ولادنا حابين يستفيدوا من هذا المسجد، من هذا المرفق هذا، يتعلم القران الكريم، ولو ما فيهش مدرسه قرانيه داخل الجامعه وكاينه مدرسه قرانيه موجوده ان شاء الله. هذه الاشياء اللي نديروها كيما نقربوا القانون يحدد نمطيه بناء المساجد، نشوفوا الصومعه ونشوفوا القبه ونشوفوا اشياء كثيره راح نبكوا الوقت. وحنا تفضل سيدي. بسم الله على بركة الله ان شاء الله. مسجد الأسس السعادة تقوى من أول يوم. ان شاء الله. البركه.